من فنون العمارة أعاد بناء السلم الموسيقي العراقي، فأدخل الآلات الوترية الغربية على فولكلور بلاد ما بين النهرين، مؤكداً فكرة أن الحداثة لا تعني الانقطاع عن الأصالة، مثل ما هي لا تنفي صلتها بالتراث. الهدية اللي ما راح أنساه طبعاً طول حياتي، إنه أول جيتار اللي إجاني هدية في عمر 12 سنة. وأول ما كمشت جيتار قدرت أعزف عليه أغنية بنت الشربية. هو أول من كسر حاجز الموسيقى التقليدية، فزاوج في أروقة بغداد العود بالجيتار، لاعباً عازفاً عام 1961، الأغاني العربية على الآلات الغربية من خلال فرقة تويسترز. تويسترز كانت في بذرة حلوة إلى كل الموضوع، إلى هالشجرة هذه اللي ما كنت أتوقع راح تكبر بهالصورة بهالطريقة الكبيرة. يعني أغاني اللي فعلا مليانة شجن وحب ومن القلب، يعني من غنيناها فعلا كنا مندفعين في حبنا إلى هالأغاني. لم يثنه عشقه للموسيقى عن دراسة الهندسة المعمارية، حيث انتقل عام 1962 إلى لندن لدراسة الهندسة المعمارية، لكن الانهماك بالدراسة تواصل مع الولع بالفنون، فعزف إلهام المدفعي الطالب موسيقاه الملهمة بالنفس العراقي في البيت البغدادي بلندن. من ذكريات البيت البغدادي في لندن، كان في محل معروف هواي ناس تجي له، فكان من أسعد اللحظات هناك أنهم زاروني بعض الأسامي الكبيرة في ذاك الوقت اللي كانت في لندن، هي النمبر 1 جورج فيم، وجاني دونيفن، وجي بول مكارتني واحدة من المرات، وفكرت بالعودة إلى بغداد. عاد إلى العراق وأسس فرقته، معدلاً من خلالها خصوصية الفولكلور العراقي والعربي بتوأمة الموسيقى العربية بالآلات الغربية، ليتوج حلمه الموسيقي بفرقة 13.5. أصبح المدفعي مرجعاً موسيقياً للشباب من حيث انتمائهم للأغنية العراقية الأصيلة والعربية والتعلق بها من خلال أسلوب الإلهاميات الخاص والمميز. ففي عام 1990 أسس فرقة إلهام المدفعي، فأكمل تجواله ناشراً معارفه الموسيقية في كل أرجاء المعمورة، فجال بين المغرب واليونان وإيطاليا والمكسيك والأرجنتين، وأقام عدة حفلات في الولايات المتحدة وصولاً إلى كوريا الجنوبية وأستراليا، وفي مرحلة ستكون مفصلية وحاسمة فانتقل عام 1993 إلى عمان لتكون محطة انطلاقة كبرى
فنية وحياتية. إذ أصبحت عمان مقر سكنه، وفيها حاز على الجنسية الأردنية في عام 1999. وفي ذلك العام ذاته حازت اسطوانته خطار لدى شركة فيرجن EMI لقب الاسطوانة البلاتينية للعام 1999. وشهد العام 2000 ولادة مرحلة جديدة لموسيقى المدفع التي صارت أيقونة لنمط غنائي جديد. بيروت سنة 2000 كسرنا كل أرقام مبيعات في ذاك الوقت وعلى يعني منطقة الشرق الأوسط، وكانت انطلاقة كبيرة إلى المسارح العالمي. ازدهرت مسيرة المدفع خلال العقد ما بين 2000 و2010 في سلسلة من الحفلات والمهرجانات الموسيقية الرفيعة عبر بلدان عدة ومجموعة كبيرة من أهم مسارح العالم وصالاته الموسيقية الشهيرة، فمنها دار الأوبرا ببرلين، مهرجان كلاستنبري في المملكة المتحدة، مهرجان وومكس في برلين، ثم حفلته بلندن في كوين إليزابيث هول وفي رويال ألبرت هول، كما جال أيضا بين بلدان عدة منها لبنان، سوريا، مصر، قطر، البحرين، إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، هولندا، إيطاليا والنمسا. وفي هذه الحقبة نال العديد من الجوائز العالمية ليتوج سفيراً للأغنية العربية حاملاً راية الثقافة الموسيقية العربية إلى كافة بلدان العالم. اليوم إذ تبلغ مسيرة الموسيقار المدفعي الفنية عامها 55، فهي صارت وثيقة فنية من حب الحياة والموسيقى الرفيعة، ومن خلالها قدم الفن الموسيقي بقيم الإحساس العالي بالمسؤولية الثقافية والرهان الدائم على المشاعر الإنسانية الرفيعة، بوصفها منقذاً من أزمات العصر وتحولاته الصاخبة. المسيرة كانت قصيرة وطويلة، ويعني فتنا أنواع الظروف الخاصة، لكن قدرنا نوصل هالرسالة من البداية وإلى اليوم، لأن العمر هو حقيقة هو رقم، هو مو حد، هناك حد الواحد لازم يستمر. وإلى الكل كانت هي رسالة حب وتقدير وابتسامات يعني تداول هذه اللحظات مع أحلى الناس في حياتي.